اهلا واضح انا منى ممدوح. ان انا دايما بيقولوا لي ان وشي بيضحك ومبتسم وبشوشه فانا احب ابقى مبتسمه على طول. كليوباترا لان عملتها في فيلم تاريخي كده بس مش فاكره اسمه وبرده كانوا مختاريني ان انا البس كليوباترا في سنه من السنين كان مهرجان بس انا اتاخرت عليهم يعني كنت قايميها موديل فكانوا جايبين حد بقى مكاني بس كان نفسي قوي اعمل الشخصيه دي ولو جات لي دلوقتي اتمنى ان انا اعملها جدا. ان الكورونا هتخلص كذبه كبيره كل سنه اقول لك احنا فاضل لنا سنه ان شاء الله تخلص دي اكبر كذبه بسمعها. والله هتضحكوا عليا عشان انا كنت مع مامتي الله يرحمها كنت بحب اعمل اكل فدايما كنت بفشل فحاولت اتعلم معاها برضه فشلت بديت اجيب من المكتبه بتاعه المدرسه كتب الاكل عشان اتعلم اكل اي حاجه فيها اكل. اصحى بدري جدا تمام وعندي باور ان انا اعمل حاجات كتير وفجاه تلاقوني نمت عارفه اللي هو عامله يعني ايه صحيه في باور وفي انرجي كده ممكن من 8 الصبح ابقى عايزه اعمل حاجه وفجاه انام. الوحده اخاف ان انا ابقى وحيده يعني اخاف من الوحده جدا دايما بحاول ابقى قريبه من اهلي وموجوده معاهم. ان اخلي كل الناس سعيده. اتاري طبعا عشان ما كانش في بلاي ستيشن والبلي بحب قوي البلي كتير اقعد العب بيه معاهم في البيت حتى ممكن اكسر حاجه مش مهم يعني وما بلعبوش كده بلعبه كده يعني ممكن يجي في حين حد عادي يعني. اسعد يوم في حياتي لما دخلت الجامعه كنت سعيده جدا ان انا كبرت بقى بقيت بنت كبيره يعني.